صلى على محمد وآل محمد. طبعا أنا في البداية أبي أتكلم عن العصيان أو بالنسبة للتمرد إلى تاريخ 14 أغسطس. نتمنى من الجميع المشاركة. هو التمرد يعتبر عن عصيان مدني، وهم الدساتير تكفل هذا الشيء من أجل الحقوق، من أجل دماء الشهداء، من أجل انتهاكات على البيوت، خاصة يكون هذه الانتهاكات تكون ليلا يعني. فنتمنى من الجميع أن يشارك، يتذكر دماء الشهداء، يتذكر العوائل الذي انتهكت حرمتها. فنتمنى من الجميع إن شاء الله في تاريخ 14، وأنا كذلك سوف أشارك بعائلتي بأهلي، ونحن عائلة الشهيد علي بداح، نتمنى من الجميع المشاركة إن شاء الله في تاريخ 14.